احكي لكم قصه. القصه دي انا حكيتها قبل كده بس انا متاثر بيها. سمعتها في عزة لابونا متى مسكين. ابونا متى بيقول انا رحت، كان لسه هو راهب مش كبير، صغير، وسمع عن دير البراموس ان في شيوخ كبار، قال راح انا استفيد منهم واتعلم اقضي ليلتين معاهم. فراح وكان يسمع على في راهب هناك بركه قوي اسمه ابونا متى. المهم راح الدير، كان الدير عباره عن 7 شيوخ يتراوح اعمارهم 90 95، كبار قوي، بس الربيطة يعني اللي هو بيمشي امورهم ويدبر امورهم كان عنده 88، ده اللي بيمشي، ده الصغنون. وبعدين قاموا الصبح بدري يروح يعملوا ايه التسبيح، فراح هو كان صغير فوقف جنب الربيطة وهو عارف ابونا متى ده عايز يشوفه. فدخل ابونا متى هو كأي كده في الشريط، كان عمره تراوح 93 94. ان كل ما اسمع القصه دي اتبكت. دخل فعرف ان ده ابونا متى. فطبعا العاده بتاعت مش بس الرهبان، بتاعت اي المؤمنين اول ما يخشوا الكنيسه يعملوا ايه؟ ها؟ يسجدوا فين؟ قصاد الهيكل. ستات، رجاله، بنات، ملهاش دعوه بقى يخش نعمل، اتعلمنا كده، خش الكنيسه تسجد 3 مرات قصاد الايه؟ الهيكل. فبعدين دخل ابونا متى اللي هو الكبير ده متعكز على عكازين، هو بيقول كده في العزم. وبعدين هيسجد ايه ده يعني؟ راح وصل لغايه الهيكل وبعدين عمل حاجه بيقول انا انزعجت، رمى العكازين وبعدين راح رامي نفسه قصاد الهيكل. فابونا متى قلبه بقى كده عايز يروح يساعده، فابونا الروبيتا الكبير ابو 88 راح ماسكه، اوعى مش ناحيته، مش ما يقدرش يسجد. فعمل ايه؟ راح رامي نفسه وبعدين عافر، هو بيقول كده فين لما قام. فابونا بيقول انا افتكرتها سجده واحده وخلاص، وراح رامي نفسه تاني عشان هما 3 سجدات، وعافر وقام وراح رامي نفسه تالت. وبعدين قام ناولوا العكاكيز وتعكز وراح عشان يقعد، كان واقف. وانا بدعي بقى عندي امراض وتعبان، باجي اجتماع الصلاة بقعد. وشباب ما عرفش منين اتعودوا العادة دي، قاعدين اجتماع الصلاة قاعدين شوية شوية متعزين فردين رجليهم، لكن هي عادي يعني كده. عشان كده بقينا ضعفة. ليه؟ أصل انت واقف قصاد مين؟ انا واقف قصاد ابويا وملكي ورعية ومخلصي ستوب، وإلهي وإلهي. لعبة الجسد اللي هي الجسد يكرمه، إكرام مسيحي أيضا جسدي يكرمه يكرمه. يحكوا عن أبو مقار كبر قوي وتعب قوي، فكان يجي وقت الصلاة يصلي مع أولاده الرهبان يشفقوا عليه يقولوا له أبانا أقعد، فيسمع الكلام ويقعد ويحط له شلته، طبعا يقعد على الارض ويسند على الحيطه يعني. اسند يا ابانا. لا لا لا، امال ايه؟ يقعد بس على الارض. خلي بالك لما تقعد قاعد فتره طويله وما تسندش، لكن انا عايز اقعد احط شلته ورايا واتسند. انت ما انتش واخد بالك ان جسدك ايضا يريد ان يكرم المسيح بعباده؟ مش واخد بالك. كان عندنا واحد في دمنهور الله يناح نفسه، كان مجرد ما يخش الكنيسة كان يقعد في الدكة التانية، معروف يقف كأنه واقف ما يتحركش، وبعدين يرفع ايده شوية شوية ايده تطلع اكتر، وناس تقعد تبص عليه
ومغمض عينه في حتة تانية خالص 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 لغاية نهاية القداس. ترسم قسيس قعد 8 شهور وتنيح بعد كده، 6 شهور وتنيح بعد كده. ده ما تقعد تستريح، لا أنا جسدي عايز يكرمه. يقول يا رب أنا واقف أمامك يسوع، أعد لك سمعك وسمعك بكل تفاصيلك. قول، استخدم المادة اللي هي المزامير. على فكرة المزامير دي مدرسة الآباء، دي اللي بتعلم الصلاة. استخدم المزمور، حكي من خلال المزمور، طلع اللي جواك، ابدأ اقرأ الكتاب وحوله الصلاة. خلي الصلاة، خلي الكلام اللي بتقرأ يخش جوه أعماقك. بص هقول لكم حاجة، الكلمة طعم. لما تحب تصطاد حاجة كبيرة فترمي طعم كبير. الليمون اللي فاتوا اللي فيكوا كان متابع غرق الغواصة اللي هي كانوا زين يتفرجوا على تايتانيك وكده، ف من ضمنها شوية معلومات كده، يقولوا لما بيحبوا يصطادوا حاجة كبيرة قوي، أسماك كبيرة قوي، يعملوا طعم سمك كبير، يعملوا طعم، حطوا سمكة كبيرة، فلما ينزلوا ده طعم بقى، مش جمبرياية ولا بتاع ده، فالسمكة الكبيرة دي تصطاد كبير قوي. أنا حقيقة من يومين بالظبط، أنا ده فيديو طلع لي، كنت متابع موضوع الغواصة ده قاعد أتفرج عليه، فطلع لي المعلومة دي، قلت إيه ده؟ يعني السمكة دي طعم لاصطياد سمك ضخم. أتاري الكلمة طعم عشان يطلع كل أعماقك، فكل ما تقرأ الكلمة وتصلي بيها فالكلمة تدخل جوه أعماقك، تعمل إيه؟ تصطاد، يعني إيه؟ تنظف، تطلع. كل ما تقرأ الكلمة كل ما صلاتك هتختلف للقلب، وعندك الفم إعلان، وعندك الجسد أيضا إظهار. فنقول القلب أسرار، الفم إعلان، الجسد إظهار.